أذهب إلى ملف آخر من ملفاتنا لهذا النهار، الاقتصاد، الدولار، الدينار، الشيكل، النفط، الذهب. صباح الخير دكتور سامح العطوطو. صباح الورد، يسعد صباحك، صباح كافة المستمعين الكرام. أولا صدقت تنبؤاتك يوم أمس، تحليلاتك الاقتصادية حول أسعار الدولار والشيكل. دخل الستينات بقوة. دخل الستينات بقوة، كأنه كان يسمعوا فيك يا أخي. هو المعطيات كانت واضحة بصراحة بموضوع أول شيء أنه الفائدة لن تغير، يعني لا رفعا ولا خفضا ولا شيء، لا تخفض يعني بظل الحرب ولا يعني غير البنك المركزي الإسرائيلي. أنت تقصد البنك المركزي الإسرائيلي كان امبارح في اجتماع له الساعة الرابعة وقرر عدم تخفيض الفائدة. تثبيت الفائدة هذا أعطى قوة للشيكل بظل أنه كل البنوك المركزية عمالها بتخفض فوائدها يعني مكافحة موضوع التضخم. بالإضافة إذا قرأنا المحضر بتفاصيله، ما زال يرى البنك المركزي الإسرائيلي أن هناك مخاطر تحيط بالاقتصاد الإسرائيلي ومخاطر تضخمية، ما في أفق لنهاية الحرب، مع أنه يعني في اقتراب من صفقة مع لبنان، ولكن كحرب مع قطاع غزة وطول الحرب بالمنطقة ما زال البنك المركزي الإسرائيلي يرى أنه لا يوجد أفق لنهاية هذا النفق. وهذا الكلام دفعه أنه تقريبا من شهر 1/24 إلى الآن لم يحرك أسعار الفائدة، مع أنه في مشكلة بالنشاط الاقتصادي، ولكن رجح موضوع التضخم أكثر، مشان هيك اتجه لموضوع تثبيت الفائدة. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية برضو المهمة أبو كريم، أنه الدولار شيكل عماله بيستفيد كقوة شيكل من ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية. يعني امبارح الداو جونز حقق برضه هاي ريكورد، يعني سجل تاريخي جاب 44900، طبعا هذا أسعار تاريخية، يعني منذ الأزل لم يأتي بهيك أسعار، وهذا الكلام عماله بفيد الشيكل. رقم ثلاثة برضه نقطة هامة، أنه دائما الأسعار لما تكون برينج محدد إلا يصير إشي مسموها نظرية الانفجار السعري، وامبارح هو هذا حصل، الانفجار السعري اللي كنا يعني متوقعينه أنه يكسر خانة السبعينات، اليوم هلا بيحكي بالداول بال 64-65. يعني طبعا نقطة هامة جدا، يمكن انه هلا يكون في رينج جديد بين 60 و70، مع انه يمكن تكون معطيات تدفع الى الاسفل اكثر، بالذات اذا موضوع الصفقة مع لبنان يعني تم تنفيذها بشكل كامل. هذا الكلام كله عماله بيعطي قوة للشيكل. المؤشرات كلها بالبيانات يعني والتنبؤات عمالها بتزبط. اذا بتطلع اسعار النفط لاحظ، يعني بس يجيب اسعار النفط 71-72، امبارح برضه بالامس رجع مباشره لخانات الستينات النفط. ليش؟ لانه واضح اليوم اللي بيحكم المسار المالي بشكل رئيسي بصراحه التشكيله الجديده لترامب، يعني التشكيله الجديده لترامب نعم، تشكيله حكوميه بتحكم في العالم. نعم نعم، يعني مثلا بدك تاخذ المسؤول عن موضوع الطاقه، هو شخص يرغب بتوسيع مصافي النفط، يرغب بتوسيع آبار النفط بكل الولايات، لا ينظر إلى الموضوع البيئي بشكل هام بشكل كبير كما كان ينظر إليه الديمقراطيون. هذا الكلام يعني بيجعل إنه في إنتاج عالي وفير من أسعار النفط، وراح تؤدي أسعار النفط للانخفاض اللي أتمنى يعني إنها تنعكس على المواطنين بانخفاض أسعار محروقات الأشهر القادمة. إذا بتطلع مثلا على التشكيلة الأخرى بموضوع بيسنت اللي هلأ عين وزير خزانة أمريكية، وفي نقطتين هامين يعني يفترض يذكروا. الأولى إنه هذا الكلام استقبلت الأسواق لأنه رجل وول ستريت ويؤيد يعني وول ستريت بشكل كبير جدا، مشان هيك عمالنا نشوف أسواق الأسهم الأمريكية بتسجل ارتفاعات قياسية وتاريخية، واللي عماله بينعكس على الشيكل. يعني رجعت المعادلة، كل ما تقوى الأسهم بنلاقي الشيكل عماله بيقوى بهذا الإطار. والنقطة الثانية اللي يعني يشار إليه بها إنه يريد نقطة هامة يمكن بين السطور الناس تطلع لهاش، إنه يريد تدخل سياسي بسياسة البنك المركزي الأمريكي. وهذا الكلام يعني عالميا بتصير بدول، أحيانا بدول بصراحة دول الموز، إنه دول الديمقراطية بيعتبروا أن البنك المركزي بأي دولة بالعالم هو مستقل ويجب أن لا تتدخل به الحكومة ولا السلطة التنفيذية، اعتباره هذا سياسة نقدية بده يحافظ على الاستقرار النقدي، على موضوع التضخم، على النمو إلى آخره. هذا بس جاي من مدرسة لا يجب أنه يكون في تدخل سياسي. وهذا ببشر بنقطة هامة، خلال شهر 2 و3 و4 و5 من عام 25 أنه رح يكون في مشكلة بين
واضع السياسة النقدية واضع السياسة المالية بين الخزانة الأمريكية وبين الفيدرالية، وهي من أتوقع من أول التحديات وأكبر التحديات اللي تكون بإدارة ترامب القادمة، اللي راح تأشر لمشاكل مالية ونقدية كبيرة بالولايات المتحدة الأمريكية بأول 6 أشهر من ولاية ترامب. على الوضع الداخلي لو جينا شوي، احنا يعني انت بتنصح الناس او شو بتحكي لهم؟ ايش تنصحهم؟ شو بتحكي لهم لما يعني لما بكرر لما بكرروا هم؟ يعني في عنا تجار عمل كثير بصراحه يعني خارج نطاق السايره. يعني بقول لك يعني كان التوجه امبارح بالامس، وقلت لي حتى انت جريء يعني انك طبعا استغربت بس لك كلامك محله. الحمد لله رب العالمين، كله فضل الله عز وجل. بالفترة الحالية واضح أنه سيكون هناك قوة شيكل، بس ما في مجال لقوة شيكل كبيرة أنه نرجع لخانات الثلاثينات بالمرحلة هاي، يعني كل معطى له معطياته. ولكن المؤشرات اليوم بتدل أنه دخل برينج جديد، هلأ بتصير من الأعلى بتصير 70-68-70 ل72 بتصير نقطة قوية جدا عليه، وبصير هلأ من الأسفل 360-61 اللي يمكن أنه يلمسها خلال هاي الأيام. آخر يومين بهذا الأسبوع في عطلة الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن تكون الأسواق شوي هادئة، بس يمكن اليوم تكون في حركة قوية. يعني اليوم وبكرة متوقعين في دبليو عالي جدا، بالذات إذا انتبهنا اليوم على افتتاح الأسواق الآسيوية، افتتحت كل الأسواق الآسيوية على قوة دولار عالية جدا، وهذا أدى لقوة الدولار على كل العملات، وأدى لانخفاض بالنفط وانخفاض بالذهب. وهذا حكينا امبارح، قلت لي يمكن ينخفض الذهب، قلت لك يمكن يرجع لخانات 2600. الآن الذهب سجل 2620، يعني الذهب كيف إلى اليوم نزل 100 دولار عشان نكون بس. نعم. نزل الذهب من الأمس إلى اليوم 100 دولار كاملات. هو يوم أمس لما افتتحت الأسواق الآسيوية كان 2720، الآن بسجل 2620 دولار. بيرجع تحت شوي، بيرجع كمان شوي لتحت؟ وارد جدا، وارد جدا، وارد جدا. ولكن أنا بقول لك يعني ينصح للناس برضو بأي هبوط كبير لخانات 2430، يعني بتكون نقاط شراء للذهب. واضح في صراع برضو اليوم بالعالم بين العملات الرقمية والذهب، الأموال تحول من هون لهون. اليوم بصراحة هاي فترة انتقالية مهمة جدا، حتى هلا بدي أجي لك على المستوى الدولي والمحلي، عشان هذول الشهرين عبين ما تستلم الإدارة الجديدة وتبلش برسم سياساتها. وللأسف يعني اللي عماله بنشوفه أنه من يكون بالبيت الأبيض هو عماله كل العالم ينتظر ذلك، يعني هذا واقع يجب أن يشخص ويبنى عليه. ويعني واضح انه هدول الشهرين راح يكون فيهم تذبذبات كبيره جدا لاستقراء المرحله القادمه الماليه والنقديه. بميل لك انه النفط على نزول، الذهب بده يكون تذبذبات فيها دبليو تميل الى الهبوط، الدولار يمكن يقوى على كل العملات بهاي المرحله الشهرين، ولكن على الدولار شكل معادلته جدا مختلفه. هاي الخلاصه الدوليه. على المستوى المحلي انا بقول لك لن يكون هناك تغيير خلال هذا الشهرين من خلال الموضوع المالي والنقدي، حتى على موضوع الرواتب وانتظامه ما أتوقع يكون في انفراجة خلال هدول الشهرين، لأنه هاي فترة انتقالية ستكون برضو الخزينة محكومة بالسياسة الإسرائيلية من ناحية قديش الإفراج عن المقاصة بالأموال الموعودة فيها عربيا أوروبيا. هذا راح يمشي جزء يسير من المستحقات سواء للموظفين أو للقطاع الخاص. لن يكون هناك انفراج خلال الشهرين، ولكن الإدارة الجديدة كيف ستتعامل مع هذا الملف، ملف الضفة الغربية، ملف قطاع غزة، الملف الفلسطيني ككل، أنا أتوقع سابق لأوانه أنه يكون هناك رؤية. لليوم أنا بذكرك بستة 11 قلت لك شغلة، هناك مقاربتين وكل مقاربة لها نسبة مئوية، إما يكون في ديل كبير بالمنطقة وهذا بيكون في يعني بعض الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي. نعم. إلا وللمنطقة ككل، وهذا يعتمد على كيف الديل وإدارتها وكيف أنك أنت ترسم بعض شروطك فيها. والمقاربة الثانية لا، أنها تكون أمور مفتوحة على مصراعي، وأنه يكون في تشدد كبير جدا بالملف الإيراني والملف الصيني، وهذا بيؤدي يعني لتأزم كبير بالمنطقة وبالعالم. يعني المقاربتين موجودة، أتوقع عند استكمال الإدارة الأمريكية الجديدة، مع أنه كوزراء تقريبا تم استكمالهم، ضل موضوع البيت الأبيض مستشار الأمن القومي ويعني وما يلف لفيفهم، يمكن تصير الرؤية أكثر وضوحا. وبرضه مهم جدا نشوف هذول الشهرين شو راح يصير فيهم من أحداث اللي تمهد للعلم. يعني إذا بده يمشي الملف اللبناني بيكون بموافقة من الإدارة الجديدة، أتوقع اليوم الإدارة الإسرائيلية مش شايفة هاي الإدارة الأمريكية الموجودة حاليا، هي ترى الإدارة الجديدة وتتعامل معها.